نظمت المؤسسة العمومية الاستشفائية محمد بوضياف بعين الصفراء في ولاية النعامة وبالتنسيق مع المكتب البلدي للاتحاد العام للمجتمع المدني الجزائري حملة للتبرع بالدم. متواجدين محور دوران العريش في حملة تبرع بالدم من تنظيم المؤسسة العمومية الاستشفائية بالعين الصفراء. نشكر على رأسهم سيد المدير ومدير الصحة، ونطلب من جميع الشباب باش يكونوا متحفزين لهذه العملية التبرع، لأن عملية التبرع عندها أهمية كبيرة، ونرى نفتقد الجميع الزملاء. من فضلكم اللي يقدر يلتحق بينا واللي ما يقدرش يلتحق بالمؤسسة الاستشفائية، رانا البنك الدم راه يفتقد الزمر الدموي. اليوم درنا مبادرة تبرع بالدم بالتنسيق مع مستشفى محمد بوضياف، ولقينا زعما بحال وفد كي قال لها جاو الغاشي قلعود نشكروهم والله يجلها في ميزان حسناتهم. ومن هذا المنبر ان شاء الله راني كي قال لها نناشد ساكنه العين الصفراء، راه الدم ما عندناش اخوت، الله يرضي عليكم صدقه على والديكم، جا ارواحو تقلعود الدم سوا هنا سوا في لوبيطال. وكي قال لها صدقه على والديكم، وما ننسوش ثاني نشكروا الطاقم الطبي المستشفى محمد بوضياف هو اللي راه قائم على هذه المبادرة. المتبرعون ثمنوا هذه المبادرة التي من شأنها تدعيم بنك الدم. كنا اليوم إن شاء الله في هذه حملة التبرع بالدم منظمتها المؤسسة الشفائية محمد بوضياف والمجتمع المدني، الأخ هواري حجاجي، شكروا على هذه المبادرة. نتمنى إن شاء الله من هذا المنبر رانا ندعو الشباب باش تكون عندهم الثقافة تاع التبرع بالدم. ما يخفاش عليكم باللي بنك الدم راه فارغ. نتمنى ان شاء الله هذا الميساج يوصل للجميع. اللي ما سعفاش تحد اليوم باش يتبرع بالدم، راه كاين مستشفى محمد بوضياف، مصلحة حقن الدم. هذه فايدة لكم وفايدة للمرضى. هذا ويسعى القائمون على هذه المبادرة إلى توفير الدم بكميات معتبرة للمستشفى والمساهمة في إنقاذ حياة إنسان.